السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب، ابتداء إن شاء الله من يوم الجمعة في احتمال أن تكون أجواء غير مستقرة على الواجهة المتوسطية، وبالنسبة لتوقعات يوم الجمعة وكذلك الخميس أجواء نسبيا غير مستقرة إن شاء الله، فمحتمل دخول أمطار معتبرة إلى المملكة على المدن التالية: على وجدة وتوريت وتازة وكيكو فاس وخنيفرة وبن ملال وميدل وتبانيت وكامدن وأمزميز وتنفيت وإملتشيل بإذن الله وإفران وصفرو والماس ومكناس وفاس وتهلا وتازة بإذن الله. سوف تعرف تساقطات أمطار جد معتبرة إن شاء الله على الواجهة المتوسطية بحول الله. أما بالنسبة لباقي المدن الأخرى فيحتمل أن تكون أجواء مستقرة إلى قلة سحب إن شاء الله. بالنسبة ليوم الأربعاء 21 شتنبر فيتوقع دخول أمطار معتبرة على الناظور والحسيمة وتطوان وطنجة والعرائش ببرد وسيدي سليمان وكذلك الرباط وفاس وتازة وكذلك تاوريت ووجدة وضات الحاج وكيكو بإذن الله وميدلت وكذلك الرباط وسيدي سليمان. أمطار جد معتبرة إن شاء الله قادمة إلى المغرب.